ايه؟ ايه؟ غالي جدا. ايه؟ اوعى تقول انه غالي. والله غالي. ما هو لازم ننام. ايوه بس الفشخره مش كويسه للي زينا. فشخره ايه بس؟ طب اسمعي، انا جات لي فكره. قول وربنا يستر من افكارك. قالوا لي في الاستقبال ان في اوضه فاضيه في الدور الثالث. انا هروح اجازة الواحد علشان تبقى رخيصه، وانت تحصليني بعدين ولا من شاف ولا من دري. ايه؟ ننام في اوضه واحده؟ وفيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ يا ستي لو طلعت مش ولا بد، ابقى راقعه بالصوت ولم عليها العالم. تعال هنا. الدور الثالث، ها؟ ما تنسيش. علي النعمه انت مجنون رسمي. تنحلي كده ليه؟ ها؟ بقشيش. نو ايام بوليس. بوليس عندنا ما بيدفعوش بقشيش. ها؟ يلا حبيبي، مع الف سلامة. جود باي. باي باي. تضحك على ايه؟ ايه؟ تضحك على ايه؟ مش مصدقة طبعا اللي حصل. ايه؟ ما شفتيش قبل الواد ابن بلد مفتح وبيضحك على الخواجات؟ لا. اديكي شفت. ايوه بس واحدة زيي ما كانش المفروض تعمل كده ابدا. بقول لك ايه؟ لا كده حلوين قوي بالصلاة على النبي. سيب بقى من القلطة بتاعت المركب. ها؟ حاضر. انزلي تحت السرير. نعم؟ انزلي تحت السرير. ازاي ده بقى؟ انزلي تحت السرير، احنا واخدين اوضه نفر واحد. معقولة دي؟ حبك قوي الوردة دلوقتي، حبك. Thank you very much. No بقشيش، I am Egyptian police. ما بيدفعوش بقشيش. مع السلامة، يلا. يا جماعة اللي تحت. نعم. ما تطلعوا على السطوح شوية. يا ساتر، ده انا ضهري كان هيتكسر. انزلي تحت السرير. ايه ده انا لحقت. انزلي تحت السرير، الاوضه نفر واحد، انزلي تحت السرير. معقولة دي يا ربي؟ استنى عليا. حاططني في دماغك انت بقى، مفيش في اللوكال ده حد غيري. Thank you very much and no بقشيش، you are Egyptian police. مع السلامة. بتضحك على ايه؟ شوف الزمن، من كام يوم كنت انا تحت السرير، النهارده انت اللي تحت السرير، سبحان الله غير الاحوال. يلا والله لا اللي فوق السرير مستريح ولا اللي تحت السرير مستريح. يا دمك يا اخي. طب حقك عليا، ما تزعليش. ما هو لازم تفهم اني وطي صوتك لاعرفوا اللي احنا اتنين. ممدوح خليك فاكر ان انا قبلت ان انا اجي معاك عشان نشتغل ونتعب ونعمل مستقبل وبس. واضح؟ واضح يا فندم. يلا نامي يا حسن، انت ليك هلكتي بالله في طول النهار. حاضر. طيب وانت؟ هنام انا كمان. يعني ايه هتنام انت كمان؟ الامرحة حراسة على الباب، هنام على الكرسي، انت هتنام هنا وانا هنام على الكرسي. الله، طب وايه اللي خليك تنام على الكرسي وفي سرير تاني؟ لان لو نمت على السرير التاني الصبح هيعرفوا ان احنا اتنين مش واحد. ويتهد كل اللي عملناه. لا عندك حق، انما ايه الذكاء ده كله؟ لا بقى ده احنا عيال بنحسبها بالكمبيوتر. انا لازم بس اخد الوساده الخاليه. اتفضل. ممدوح.
بال. طب تفتح انت. ايوه، ما عشان افتح انا لازم انت تبقي تحت السرير. على الصبح كده؟ Good morning. Good morning. ايه ده؟ انت جايب اتنين فطار ليه؟ Excuse me, why two breakfast? One for you. Yes. And one for madam. جنني بقى التقديسه اللي انا دبستها طول الليل على الكرسي ده. يتغزغز. بقول لك ايه؟ ناوي تعمل ايه بقى بعد ما انكشفنا يا حلو؟ انا بقى ناوي انيمك بارخص طريقه للنوم في اوروبا. عارف انها تقيلة شوية، بس بكرة بقى هتتعود عليها. انا مش فاهمة لزوم الحاجات دي ايه. شوفي بقى يا ستي، ده اخر طريقة للنوم في اوروبا، اسمها طريقة النوم المريح في مواجهة الريح عندما تتمدد وتستريح. انت ناوي تنيمنا فين بالظبط؟ في اي حتة اسمها لنا ربنا، المهم نحرص على القرشين اللي معانا لغاية ما نشوف اخرتها ايه. انا مستحيل اوافق على كده. بقولك ايه، انت صعت قبل كده؟ لا. انا بقى صعت، ثم انا هنا راجل البيت، الكلمة كلمتي والشورى شورتي. هو فين البيت ده؟ اوروبا كلها بيتنا. ساعة حلوة حقيقي. وبعدين فرويد قال عيش صايع، شد عدوك على قفاه.